قضاء العدل بدي احكي بقضيه التحيه، وبدي احكي بقضيه مجلس الوزراء وهلا اللي عم بيصير مع الوزير جورج رداحي. انه اللي عم بيصير مع الارداحي صار مع الخاينه شارب الوهبي، صح؟ ليش هونيك تصح الاقاله وبنعمل حمله طويله عريضه وبنفخخ كل شيء وعلى اساس انه خربت العلاقه مع السعوديه وهذا كان سبب يعني تهديم كل العلاقات التاريخية. طيب. وهاي ما نلاقي لها مبرر على طريقة انه يعني من القصارة والمرملة انه مشيني تمشي من بين لا مش هيك مش هيك يعني عم بتقول انه لازم الوزير جورج رداحي يستقيل. اكيد اكيد بس يستقيل. انا بس اكيد بس انا اللي بدي اقوله هون في ناس عم بيجوا على المسؤوليات العامة وتحديدا الوزراء مش عم بيقيسوا حكياتهم، بس هو هذا الكلام كان لو قبل كان. لو كان كان قبل لو كان لو كان وفي ناس بدهم يتعاطوا شأن عام عم بيضايق انه انا شو إلك تاخذ موقف بالسعوديه انت كلبناني انا كلبناني شو إلي فيهم اذا هن قلقانين هن والحوثي وفي حرب طويله عريضه انا كلبناني شو خصني بهاي النظريه؟ انتوا ولا مره اخذتوا موقف من السعوديه ككتله نحن اخذنا موقف من السعوديه بما يرتبط فينا بعلاقتنا الداخليه او بتدخلها بحياتنا السياسيه اذا كان في من بهذا الاطار، بس انا شو الي فيهم هن بينهم وبين اليمن انا شو خصني؟ وشو بفهم بهذا الموضوع؟ وليش بدي روح هذا البعد واصلا من فوق رايي شو بيقرب وباخر؟ بس ما حلفائكم حزب الله موجودين هنيك استفلوا يعني. واذا كانوا حلفائنا انه هني هنيك انا مش معناتها انا هنيك، انا الموضوع اللي بيعنيني الساحه اللبنانيه حدودها لبنان وقوامها الحريه اللبنانيه الاستقلال اللبناني السياده اللبنانيه والحفاظ على وحده الوطن بدون ما نوصل لدم هالقد بيعنيني. واذا في حدا بده يتدخل بلبنان ان كان مع حليف او كان مع مش مع حليف انا واجباتي اقول له لا انا ما بوافق على تدخلك بلبنان. إذا في حدا أبدى رأيه على المستوى التدخل الخارجي بلبنان أكان سوريا أكان إيران أكان السعودية أكان الأمريكان أكان الروس، نعم. أنا كلبناني إلي حق أحكي عنه لأنك أنت عم تحكي عني عم تتدخل بشؤوني. مثل ما نحن بننتقد السفيرة يعني الأمريكانية بدنا ننتقد غيرها يعني بس أنا شو إلي روح أحكي عن الحوثية باليمن مع السعودية كلبناني شو هالفلسفة وهل هيك دائما نطلع فوق حدودنا ونعطي لحالنا بعد يعني عم بتقول حضرتك تطالب الوزير جورج رداحي بالاستقالة هلا بفسروها ينسب إليه أو بفسروها أو بحملوا إياها كوزير في هذه الحكومة وينتج عنها سوء إضافة من سوء العلاقات مع السعودية. نعم في كتير مواقف هلا من المملكة ومن غيرها حول هذا الموضوع بدنا نشوف كمان. جاوبني عم بتطالب الوزير جورج رداحي بالاستقالة عم بتطالب الرئيس تيار مردة سليمان فرنجية بطلب من ما له مبرر موقفه ما قالوش مبرر يعني موقفه لا بيحل المشكل يعني لا بيفك ولا بيربط الموقف الحقيقي هل هيدا الموقف اللي اخده جورج رداحي يوازي الموقف اللي اخده شارب الوهبي تحت الهواء لانه شارب الوهبي ما قاله فوق الهواء قاله تحت الهواء ومفترض تحت الهواء هون ما يطلع شيء الا كان المقصود انه يطلع من خلاله مشكل كتير منيح هل هؤلاء الموقفين بيوازوا بعضهم وبيعطوا ذات النتيجة واللي هي الاستقالة؟ وبالتالي على جورج رداحي الاستقالة قصدك بسيطة هالقد بس أنا بدي أقول لك شغلة بدي أرجع مرة انتقادي للوزراء فيكم توقفوا شوي؟ يعني عم نطلع عم نسمع قصص مش راكبة لا بكتاب ولا بقانون ولا بمبادئ عامة ولا بمبادئ عامة بممارسة السلطة العامة ولا بالعمل الإداري الوزاري ولا بالعمل السياسي خي فسروا لنا فيكم تنضبطوا نتفة بس لحتى أول شيء نتعلم عليكم وتتعلموا علينا ونفهم عليكم في برنسيب بهيدي الدنيا نحن عم نخرق كل المبادئ بس انتوا قلتوا لنا بالأول أنه هذه حكومة تكنوكرات يعني التكنوكرات بيعرفوا والاختصاصيين وما خص القوى الأحزاب ما خصهم فيها وما ناقشت فيها وما حدا فاوض على أسماء مش مزبوط كلهم عم بتدخلوا بس ليش يجوز التدخل هون ولا يجوز التدخل هون إذا بدك ما حدا يتدخل شيء وإذا بدنا ناس تتدخل بس بدنا ناس ما تتدخل لأنه بدنا نقصصها مثل ما كانوا عم يعملوا معنا شيء تاني نحن بدنا نتدخل مثلنا مثل غيرنا إذا عم يتدخلوا إذا كلنا نحن متعففين ومترفعين
فليكن. مين متعفف ومترفع؟ يعني انا بس اللي قصدي اقول لك انه كان الوزير جبران باسيل عم بفوض على الاسماء، وكنتم من ناحيه تانية عم بتقولوا لنا انه لا ما حدا عم بفوض وبس على المبادئ العامه، وانه مش عم نتدخل بالاسماء. والدليل انه اجت الحكومه انقسمت من بعد ان جاءت 3 جلسات، انقسمت انقسام سياسي، فكانوا كل الوزراء اللي بالحكومه حملوا مواقف قياداتهم السياسيه. فاذا مش كنت عم تكذبوا علينا؟ نظرية التكنوقراط عم تكذبوا علينا كنتو؟ نظرية التكنوقراط ونظرية هذا معه دكتوراه مدري ايه، بس كنتوا عم بتكذبوا علينا. لا ما كنا عم نكذب عليكم، كان واضح شو عم نقول. إذا إكس وإجراك بدوا ينقون فلان وكانوا عم ينقون في هونيك حدا بده ينقي. إذا في ناس بدها تتدخل وتعمل مبارزة بالحكومة، في ناس تانيين بمصلوا بالسياسة وعندهم كتل نيابية وعزب سياسية لهم حق يشاركوا. إذا هاي القواعد، إذا القواعد مختلفة تماما أنه في معارضة وفي موالات والرئيس ورئيس الحكومة منزهين عن كل شيء وبروحوا بألفوا حكومة من ناس بينسجموا معهم وقادرين يشتغلوا، هذا أمر آخر، نحن بنمشي. بس لكم من 17 تشرين مشايطنينه للتيار ورابطينه على الحائط، ايه، وبعد شوي رح تفسخوا شقفتين بحجه شو؟ انه نحن خربنا البلد وخربنا الحكومات وخربنا الدنيا وميزانيات وموازنات وفساد. شوي بنلاقي غيرنا نكفى بسلوكه ونحن صرنا لحالنا مشيطنين ومحاصرين. لا مش هيك القصص. طيب في بس في قواعد بالعمل، في حدا بعت لي بس يحترمون نحترمه. بس ما تكذبوا علينا. ما كذبنا عليكم. انتم قلتوا لنا انه ما خصكم بالاسماء. نحن مجبورين يتعاطوا مع جبران باسيل كرئيس حزب ورئيس كتله مثل ما بيتعاطوا مع الرئيس بري. مش مختلفه معك، ماني مختلفه معك. صعودهم لعنده او التقاءهم له او تعرفهم عليه لا ما بينقص من قيمتهم وما بيزيد من حصه حدا. بدي سلم جدل معك بكل هيدا بالتوازن بين كل الكتل. أنا بدي سلم جدل معك بكل ما تتفضل به، بس أنا فكرتي واحدة، إنه ما تقولوا للناس نحن ما خصنا ومش عم نسمي، وآخر شيء يكون إنه نحن ما كنا عم نسمي. لا